يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. والفجر، هذا القسم، هذه الواو تسمى واو القسم، ليست واوا للعطف على الآية السابقة، وليست واوا لاستفتاح الكلام فتكون استئنافية، ولكنها واو القسم، كأنه يقسم بهذه الأشياء التي خلقها لبيان عظمتها وعظمها عنده. والفجر، هل يقصد به وقت الفجر الذي يسبق النهار، أو يقصد به فرض الفجر الذي يصليه المسلمين، الذي يصليه المسلمون كل يوم وقال فيه: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا؟ ربما يقصد به اسم فرض الصلاة، فهذه الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليها صلى الله عليه وسلم طول عمره، حتى أنه جعل فيها سر، وورد حديث أنه من صلى 40 فجرا لا يفوته تكبيرة الإحرام كانت له براءة من النار. 40 فجر متتالية في أي مسجد لا تفوته تكبيرة الإحرام كانت له عتق من النار وبراءة من النفاق، ويسميها الصالحين العتاقة لعظم هذه الصلاة، ولأنها تأتي في وقت الغفلة ولا يستيقظ لها إلا أهل اليقظة وأهل المحبة. صلاة تحضرها ملائكة الليل والنهار فيشهدون لك عند الله، والله غني عن الشهادة، ولكن هو يشهد الملائكة حيث أنكروا سؤال استفهام: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ عندما قال: إني جاعل في الأرض خليفة، فجعلهم يشهدون صلاح العباد ليشهدهم على حكمته في خلقهم سبحانه وتعالى، فجعل لنا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. النبي يقول: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في صلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم البردين، من صلى البردين دخل الجنة، يعني من حافظ عليهما دخل الجنة، لأنهما أصعب في المحافظة عليهما من سائر الصلوات، فإن حافظ على الفجر والعصر يكون محافظته على الظهر والمغرب والعشاء أسهل. فصلاة الفجر صلاة مشهودة، فلا تضيعها ولا تفوتها، ما حييت أيها المسلم، فإنها كنز مخفي فيها بركة العمر كله وبركة السعي كله وبركة الرزق كله، فعليك ألا تضيع صلاة الفجر في السهر فيما لا طائل، والسهر فيما لا طائل الآن أسبابه كثيرة في زماننا، فلا تسهر إلا فيما هو نافع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا سمر بعد العشاء، يعني لا سهر فيما لا طائل بعد العشاء، أما إن كان في عمل مهم فلا بأس، فلك أن تسهر، أما تسهر حتى يكون قبل الفجر ساعة فتنام ويضيع عليك وتصلي الفجر يوميا قبل الظهر، هذا لا يليق بك، لابد أن ترتب حياتك كما رتب الله لك يومك، فإن جسمك نفسه من حيث وظائفه خلقه الله سبحانه وتعالى مرتبا على الليل والنهار، فهناك هرمونات تفرز في بداية النهار حتى تجعلك نشيطا يقظا منتبها، وهذه الهرمونات التي تبعث الانتباه والنشاط تقل إفرازها كلما بدأ ندخل في غروب الشمس ودخول الليل، فإذا دخلنا في الليل قل إفراز هذه الهرمونات التي تنشط ويفرز بدلها هرمونات أخرى تجعلك تريد أن تأوي إلى فراشك لتستريح، فإذا غيرت ليلك ونهارك غيرت حتى الساعة الهرمونية التي خلقها الله في جسمك فأفسدته، وهذا يرهق الكبد أيام إرهاق، ونحن في بلاد المصريين معظمنا يعاني من أمراض الكبد حتى أصبح وباء العصر عند المصريين، ولذا أقوى دواء لتقوية الكبد والمحافظة عليه وتجنب التليف النوم بالليل، وأقوى داء
يؤثر في الكبد أكثر من فيروس سي هو اعتياد سهر الليل. يسهر ليلي تدب الشيخوخة أسرع في الإنسان الذي يسهر كثيرا، وتتأخر ظهور علامات الشيخوخة الذي ينام بالليل ويستيقظ بالنهار. وإذا نظرت حولك في من بارك الله لهم في أرزاقهم وأعمارهم تجدهم لا يفوتون صلاة الفجر ويستيقظون مبكرا. حتى في أوروبا وأمريكا الذين لا يعرفون لا فجر ولا صلاة يبدأون نهارهم مع شروق الشمس وينهون نهارهم في الليل. هكذا هم، إذا ذهبت إلى هذه البلاد وجدت الناس في شعلة النشاط مع بداية النهار، الكل يذهب لعمله. حتى أنه في بعض المستشفيات بحكم أني طبيب المرور يكون الساعة 7 صباحا، يعني معناه أنهم يستيقظون الساعة 5 حتى يستعدوا إلى أن يذهبوا الأطباء إلى المستشفيات ويمروا على المرضى الساعة 7 صباحا. لو قلت للمصريين الآن والأطباء نريد أن نمر على المرضى 7 صباحا يتعجبون ويقولون أنك تريد أن تعذبنا، كيف نأتي 7 صباحا؟ لماذا؟ لأنهم اعتدوا السهر. بالنسبة له 7 صباحا دي لا يستطيع أن يكون مستعدا للخروج، فضلا عن أن يكون متيقظا أصلا. غيرنا أسلوب حياتنا فضيعنا فرائض كثيرة وفوائد كثيرة، فسلبنا البركة من أعمارنا وكذلك البركة من أرزاقنا. ما من إنسان بورك له في عمله ورزقه ولو كان كافرا إلا وتجده يبدأ عمله مع بداية النهار. أما الذي يبدأ عمله أي يبدأ عمله متأخرا تجده باستمرار متكاسلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا نام 3 عقد، يقول له: عليك ليل طويل فاركد، ويكررها 3. فإذا استيقظ أحدكم بالليل أو تعار بالليل، يعني انتبه، فذكر الله حلت عقدة، وإذا قام فتوضأ حلت عقدة ثانية، فإذا صلى ركعتين حلت العقدة الثالثة، فأصبح نشيط النفس منشرح الصدر. أما من لا يفعل ذلك يصبح كسلان، خبيث النفس كسلان. فعليك أيها المسلم إذا قرأت سورة الفجر أن تتذكر صلاة الفجر وموقفك منها. كم من فجر ضيعته، والذي ضيعته لا يعود مرة أخرى، هي مرة واحدة، مرة واحدة فقط. فجر غدا غير فجر اليوم، وفجر اليوم غير فجر أمس، لا يتكرران. ولو أنفقت ما في الأرض جميعا لكي تستجلب فرضا فاتك لا تستطيع، هي فرص لا تتكرر. فإذا كانت فرصة لا تتكرر فأنت أيضا عمرك فرصة لا تتكرر، فلا تضيع ذلك، وعاهد الله أن تواظب على صلاة الفجر.